وكذلك الأغاني الأرشيف الوطني اللي ملوش مثيل واللي محدش عمله واللي محدش هيقدر يعمله، لأن اللي اشتركوا فيه جميعا كانوا ناس عمالقة. يعني يكفي إن أنا أقول لك صلاح جاهين، يكفي إن أنا أقول لك عبد الرحمن الأبنوتي، يكفي إن أنا أقول لك مرسي جميل عزيز. سكت الكلام والبندقية تكلمي الكلام والبندقية تكلمي والنار وطلقات البارود شدت على دين الجنود واتبسمي سكت الكلام والبندقية تكلمي يعني يمكن الأغاني الوطنية اللي حضرتك كتبتها أغاني بتثير إحساسنا بالوطنية، لكنها ليست أغاني الشعارات، يعني حتى يمكن موسيقاها فيها حماس لكن فيها أيضا مخاطبة لشعورنا. إزاي الأغنية الوطنية بتنجح ككلمة وكلحن وكأداء فإنها تخاطب شعور الإنسان حتى يشعر بهذه أو يجسد مشاعر وطنية بداخله؟ والله عاوز مدام خديجة قبل ما ابتدي اكلمك عن دور صلاح جاهين وكمال الطويل في حياة عبد الحليم، لان ده دور اهم من الدور اللي انا لعبته، لان هم من ايام احنا الشعب لحد يمكن صورة، لا بعد صورة، يعني هذه الرحلة الجامدة اللي فيها بالاحضان والمسؤولية ويا اهلا بالمعارك يعني والاغنيات الباقيه بتاع صلاح زي على راس بستان الاشتراكيه. عايز اقول لك ان صلاح جاهين هو اللي اخترع لعبه ان الغنى الوطني يبقى عاطفي، يعني انك انت تحب الوطن. يعني الراجل هو بيقول افتح صندوق العيد ودي الحلوه مرايه، يعني ازاي دي في غنوه وطنيه زي على راس بستان الاشتراكيه مثلا، او بالاحضان، شوف انت بالاحضان مثلا، او صوره، كلنا كده عاوزين صوره. فهو ازاي يعني نسج بين مشاعر الامومه ومشاعر الوطنيه؟ ما هو كده دايما يعني بالاحضان، يا حبيبتي يا امي يا بلادي يا غنيوه في دمي، على صدرك ارتاح من همي وبامرك اشعلها نيران. فالمفارقات دي بين يعني، فصلاح بصراحه صلاح والحان كمال الطويل، هذا الرجل الشيك البيه كمال ده بيه، منين جت له يعني القدرة دي على التجول في الأحياء الشعبية والتقاط النغمات الشعبية؟ أنت لما تسمعي المسؤولية ولا أهلا بالمعارك وتشوف الزفات الشعبية اللي معمولة بالترمبطات، وبتحس إن ده كان ساكن عند حسب الله نفسه كمال الطويل. فكيف؟ وبعدين مسألة إنه عبد الحليم موسيقي، كان مسهل على أي موسيقي ان يعمل اي خاطر يخطر له، لانه معاه واحد فاهم مزيكا بشكل كويس، مش هو هيقولك لا لا الحكايه دي تخوف، هتقول له لا بس استنى هتبقى حلوه، لا يعني عبد الحليم. وبعدين عايز اقول لحضرتك كان بيفهم في الكلام، ولازم نعرف ان كتير من الغنى اللي بيغنيه عبد الحليم هو مساهم فيه بكلام كتير، وبليغ مساهم فيه بكلام كتير، لانه يعني بليغ اصلا كان ظاهره كمان عامل زي الرحبانية، الخاطر الموسيقي بيجي بالخاطر الكلامي أو الغنائي في نفس الوقت، كلام وموسيقى. وأنا أذكر أنه في موال النهار بنشتغل أنا وعبد الحليم، كانت النكسة طبعا، كنت مصر يعني الحزن، يعني مصر ما عرفتش، ما أظنش أن مصر عرفت أيام حزينة زي أيام النكسة دي بالذات الأيام الأولى. احنا كل يوم بنتقابل ونمصمص كده، يعني نأسف كده، يعني مش عارفين نبص في وش بعض كده كويس. عبد الحليم بيقول لي بعدين يا عبد الرحمن يعني هنسكت؟ قلت له لا مش هنسكت، بس انا معايا كلام.
خايف اقوله لك ترضاش تقوله. قال لي لا بس قول. ورحت مطلعه كده قلت له عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر، وبلدنا على الترعة بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها. يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين يقدر ينسيها الصباح أبو الشمس بترش الحنين؟ أبدا بلدنا للنهار إلى آخر الغم. ففي ريح بالغنوة جدا يعني، وبليغ قعد بليغ يشتغل، جه بليغ عند يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين، قال أنا عاوز جملة قد أبو النجوم الدبلانين. يا بليغ احنا في نكسة، احنا بنألف ولا بنلحن؟ احنا يعني حاجة دفقة شعورية طلعت وخلصنا يعني. قال لا، يغيب بليغ يلف يلف، لا عاوز جملة قد أبو النجوم الدبلانين. أنا أشطح بالخيال بقى، أجيب فين بعد النجوم الدبلانين دول يعني؟ حاجب ثلاث أيام بالطريقة. فجأة عبد الحليم قال لي أبو الغناوي المجروحين يا أخي، مش كلامك ده يعني؟ شوفي اعتصرني لدرجة أنه ما تقدريش تقولني ده مش كلام الأبنودي، أبو الغناوي المجروحين، ودي جملة عبد الحليم مش جملتي. وقد كان عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان ندوه السكة شالت من ليالينا القمر، عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر، وبلدنا عالترعة بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها، وبلدنا عالترعة بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها. يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين، يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين أبو الغناوي المجروحين، أبو الغناوي المجروحين يقدر ينسيها الصباح أبو شمس بترش الحنين.